التحليلية من الميادين. العراق يحمل تركيا مسؤولية المجزرة في دهوك، والأخيرة تحاول التنصل. بغداد تجهز ملف شكوى ضد أنقرة، وتركيا تنفي المسؤولية عن القصف وتتهم العمال الكردستاني. هل تلتهب الحدود؟ تزامنا مع التهديدات التركية بمهاجمة الشمال السوري، الجولاني يعد بالتوسع خارج نطاق سيطرته في إدلب. زعيم هيئة تحرير الشام يوجه رسائل تقفز عن معادلات ميدانية محسومة وتتجاهل واقعا معيشيا وأمنيا متفجرا في إدلب. مشروع لتسليح المستوطنين في القدس ضد سكانها، خطوة جديدة للتصريح بقتل الفلسطينيين. ما الذي يدفع دولة الاحتلال المتباهية بترسانتها العسكرية إلى إنشاء الميليشيات المدنية المسلحة، وما هو الثمن الذي قد يدفعه الفلسطينيون؟ وفي قضية اليوم، ويليام بيرنز يقول إن المفاوضات مع الروس والإيرانيين شيبت شعره عندما كان مساعدا لوزير الخارجية. هل هو إقرار بهزيمة واشنطن أمام صلابة موسكو وطهران وحنكتهما تمهيدا لإعلان فشلها، أم هي مناورة جديدة؟ وسط غضب وحزن شديدين شيع العراق ضحايا قصف حملت بغداد تركيا مسؤوليته وأودى بحياة 9 مدنيين في منتجع سياحي في كردستان. حدث من شأنه زيادة التوتر بين البلدين الجارين، فهل تنزلق الأوضاع نحو القطيعة؟ محمد الفهد. نقلت جثامين شهداء القصف التركي الذي استهدف قافلة للسياح العراقيين في محافظة دهوك، رعاية ومشاركة رسميتان وشعبيتان واكبتا عملية النقل من مطار أربيل إلى مطار بغداد، فيما أعلن الحداد العام في البلاد لمدة يوم واحد حدادا على أرواح الشهداء. الدعم الشعبي لهذه الحالة وهذا التعاطف نعتقد ناجم عن فداحة الجريمة، بشاعة الجريمة، جريمة بشعة أن يذهب بها أطفال ونساء وشباب لا علاقة لهم بالصراعات السياسية. مواقف التنديد بالجريمة توالت محليا ودوليا من قبل الأمم المتحدة وعدد من الدول الأجنبية والعربية، فيما وقفات الاستنكار الشعبية لا تزال مستمرة في محيط السفارة التركية ببغداد وقنصلياتها ومصالحها الأخرى في البلاد. يجب أن يستثمر هذا الإجماع لخروج القوات التركية من الأراضي العراقية التي أثبتت أنها كانت وما تزال تشكل تهديدا واضحا ليس فقط للسلم الأهلي الموجود في العراق، وإنما حتى لأي مواطن عراقي. إضافة إلى كل هذا، يجب أن يكون هنالك لجان حقيقية لمتابعة هذه القضية وتفعيلها في المحافل الدولية. بغداد وردا على هذا الاعتداء تحركت في عدة اتجاهات، أبرزها الشروع في تحقيق ميداني لمعرفة ملابسات الجريمة، فضلا عن استدعاء السفير التركي واستدعاء السفير العراقي لدى تركيا، فضلا عن خطوات أخرى يضغط الشارع والقوى السياسية لاتخاذها في الأيام المقبلة. تركيا أمام غضب عراقي متواصل وتحركات رسمية للرد على قصف المدنيين، فربما تواجه أنقرة قطيعة دبلوماسية أو اقتصادية بعد تبني هذه الخيارات بشكل جدي من قبل الشارع الذي يضغط على حكومته لتنفيذ هذه المطالب. محمد الفهد، بغداد، الميادين. مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، نبدأ بك ونسأل ما مديات الرد العراقي على ما تقول بغداد حتى الآن إنه عدوان تركي؟
نعم محمد، طبعا في الأثناء وصل السفير التركي في العاصمة العراقية بغداد إلى مبنى الخارجية العراقية، وطبعا تم تسليمه مذكرة الاحتجاج التي قررت وزارة الخارجية العراقية أن تسلمها للسفير التركي، وكانت قد يعني شرحت تفاصيل هذه المذكرة والتي تتعلق بتقديم الاعتذار الرسمي وكذلك سحب القوات العسكرية التركية المتوغلة في الداخل العراقي. واضح أن بغداد مصممة برغم أن السفارة الأمريكية، الأمريكيون والبريطانيون والأمم المتحدة وحتى مسؤولين تنفيذيين عراقيين ومسؤولي أحزاب لم يتهموا تركيا بشكل واضح حتى هذه اللحظة، فقط في الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكذلك بقية المواقف التي تلته، لكن مثلا حتى هذه اللحظة لا يوجد اتهام موجه لتركيا بما فيها المواساة التي بعثتها السفيرة الأمريكية في العراق. العراق يريد أن يجهز ملفا، يريد أن يتابعه، هناك قناعة عراقية أن خطوة يمكن أن تكون أعلى سقفا في الرد على العمل العسكري والعدوان التركي الذي راح ضحيته 9 مدنيين في دهوك. بالتالي بغداد تعتقد أنها ستكسب جولة سريعة خصوصا مع الضغط الشعبي والضغط السياسي وشبه الإجماع السياسي على اتخاذ ضرورة اتخاذ موقف قوي يرقى لحجم العدوان. بالتالي قد تجد بعض الفصائل العراقية في ذلك غطاء لها لأنها لوحت برد غير دبلوماسي، ولا تزال بيئة وأجواء هذه الفصائل تتحدث بالتهيئة لتوجيه ضربة ليس معلوما مدياتها، لكن عمليا على مستوى السياسة فبغداد بالفعل هي تحاول أن تجمع ملفا، واستدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج. هذا حتى هذه اللحظة ليس أكيدا كيف سيكون التجاوب التركي مع الطلب العراقي بتقديم الاعتذار وسحب القوات المجتاحة للشمال العراقي. هنا السؤال من إلى هناء محاميد مراسلة الميادين، يعني مجزرة دهوك وما حدث يشبه إلى حد كبير ما يعانيه الفلسطينيون جراء الاحتلال الإسرائيلي وهذه المجازر، لكن دائما الطرف الذي يرتكب هذه المجازر ينجى من العقاب على الصعيد الدولي، أليس هذا غريبا أو مستغربا؟ بالفعل محمد، يعني منذ ما قبل النكبة والعصابات الصهيونية بداية ومن ثم الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر ويرتكب المجازر بحق الفلسطينيين، كان في داخل الأراضي المحتلة أو في لبنان وفي كل مكان. ولكن لماذا ينجو من الحساب؟ لأن هنالك علاقات دولية قوية تجمع إسرائيل بالغرب أولا، التي طيلة الوقت يتعامل بمنظور عقدة الذنب تجاه إسرائيل، خصوصا أن إسرائيل تعرف كيف تلعب جيدا على هذا الوتر، وتر خطر الوجود اليهودي. وكنا قبل أسبوع فقط محمد شهدنا زيارة بايدن الرئيس الأمريكي لمتحف المحرقة يد فشيم الإسرائيلي ولقائه بناجين من المحرقة، هذا من جهة. من جهة أخرى إسرائيل هي الابنة المدللة للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك علاقات عسكرية اقتصادية واستراتيجية مهمة وقوية جدا تجمع إسرائيل مع العالم الغربي. وبالتالي حتى في مجلس الأمن عندما كانت تطرح هذه المجازر أمام مجلس الأمن، الأسف والإدانة أو لجان تحقيق، دعوات لجان تحقيق مستقلة، هذا كل ما كان يحصل عليه الفلسطينيون، ولكن لا يوجد أي حساب لا سياسي ولا عسكري بطبيعة الحال ولا حتى. نعم هنا اسمحي لي بالعودة هنا لو سمحتي إلى عبد الله بدران لنسأل، في البلد أزمة سياسية، مشهد سياسي يستعد لإفراز حكومة جديدة، هذا الحدث الأمني المهم وعموما هناك أحداث أمنية متوترة في العراق بين فينة وأخرى، كيف ستنعكس على المشهد السياسي عبد الله؟ وهل لتركيا سؤال هنا أيضا مهم، أي تأثير في المشهد السياسي العراقي؟ وحضور تركي. نعم بالفعل هناك حضور وتأثير ونفوذ تركي واسع، يعني الإعلام وتسليط الضوء على النفوذ الإيراني في العراق وعلى النفوذ الأمريكي في العراق وعلى النفوذ الخليجي في العراق ربما يضيع معه الحديث عن النفوذ التركي، ويتم اقتصار الدور التركي في العراق بالعمليات العسكرية التي يشنها في شمال العراق. هناك نفوذ اقتصادي كبير في العراق لمنشآت كبيرة وتعاقدات تركية عملاقة بمختلف المجالات، هناك نفوذ سياسي كبير وتصاعد
طبعا لتركيا في العراق، ووصلت الأمور إلى مواقف متضادة يوم أمس بعد هذا العدوان، حتى لقوى سياسية عراقية محسوبة أو حليفة أو صديقة لتركيا، بمعنى لم نرى موقفا للقوى السياسية العراقية الممثلة لمحافظة نينوى من قبيل تحالف رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجافي. موقف رئيس المشروع العربي خميس الخنجر أيضا كان في حدود التنديد بالاستشهاد دون ذكر تركيا أو دون توجيه لوم لها. بالتالي هناك نفوذ وسيطرة، نتحدث هنا عن تكتل عربي سني وازن، نتحدث هنا عن قوى تركمانية من الشيعة والسنة وازنون أيضا. هذا بفعل النفوذ التركي. تركيا موجودة في العراق بقواعد ووجود عسكري، ويحاول سفراؤها ومبعوثوها وممثليها الدبلوماسيين إبقاء قنوات تواصل واسعة مع فعاليات سياسية واجتماعية ومع الحكومات المحلية، ويبحثون عن المنافذ التي ينفذون من خلال الحكومات المحلية دون المرور بالحكومة الاتحادية. بالتالي هذا نفوذ واسع لتركيا وتأثير على المشهد. معلوم أن تركيا بوساطة إماراتية كانت قد جمعت أقطاب القوى السنية الأبرز، خميس الخنجر رئيس المشروع العربي، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وهو رئيس حزب تقدم، لحل ورأب الصدع بينهما لتوحيد الموقف السني في فترة الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات المبكرة. هذا جزء. طبعا أيضا هناك علاقة تجمعها بالحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الحزب الحاكم في أربيل وما إلى ذلك من طبعا ارتدادات في جانب السياسة والنفوذ السياسي والاقتصادي، وكذلك توحيد المواقف لجهة حتى ملفات إقليمية وفي المنطقة. زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وفي أحدث ظهور إعلامي له يعد بتوسيع منطقة سيطرته خارج محافظة إدلب. رسائل لا يمكن أن تفصل عن مصاعب تواجه تركيا بمهاجمة تل رفعت ومنبج. محمد الخضر. بين الاستعراض الإعلامي وتوجيه رسائل سياسية، يحاول أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام البحث عن مكان ضمن ترتيبات المشهد الميداني شمال سوريا وشمال غربها. الظهور الأحدث للقيادي القاعدي بدا خارج مسار يميل إلى التهدئة، ويربط محللون بمحاولة تقديم نفسه ورقة بيد التركي في التفاوض الإقليمي بشأن العملية على منبج وتل رفعت. يرتبط هذا الأمر بما يمكن أن يوحي به أردوغان، كونه كان هاجسه الأساسي في الأيام الماضية أن يؤكد على أغراض وأهداف عسكرية حيال ليس قصد فقط، هو كان قال بأنه عمليته في سوريا مستمرة برغم كل الظروف، وهذا رسالة لكل الأطراف من أنه لن يغير أجندته حيال سوريا. لكن بتقديري الجولاني ليس هو الورقة الرابحة بالنسبة لأردوغان الآن في هذه اللحظة، وخاصة بعد قمة طهران. على الأرض اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة يخوضها الجيش السوري ضد تصعيد مسلحي الهيئة وخروقاتهم، اشتباكات شبه يومية على خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي وأقصى شمال شرق اللاذقية في كبانه، عسكرية لا تبديل في واقع الجبهات رغم تنسيق تحركات الجولاني وحلفائه مع نقاط المراقبة التركية. الجولاني شكل آخر من أشكال التطرف، تطرف حزب العدالة والتنمية، تطرف السلوك التركي، تطرف المنهج أو الدور الذي تسعى إلى لكي تلعبه تركيا في المنطقة وفي سوريا بشكل عام، سيما وأن سوريا تمكنت من تعطيل مشروعه في المنطقة. كلام الجولاني أمام ما يسمى حكومة الإنقاذ وجهة هيئة تحرير الشام في إدلب بدا غير واقعي أمام تحديات ومعاناة ملايين السوريين المحتجزين تحت سيطرته بكل ما تشمل من فكر وإدارة قاعدية. لا يمكن فصل تقديم الجولانية فصيله المسلح ورقة بعيد الأتراك عما تعانيه أنقرة من فقدان الذرائع للهجوم على الشمال السوري. رسائل بدت هزيلة في ظل واقع ميداني محسوم لصالح الجيش السوري وتوافق دولي ضد الهيئة كتنظيم إرهابي وفق التصنيفات الأممية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. نبقى معك محمد الخضر ونسأل أبرز ما حمله الجولاني بهذه الإطلالة أمام ما يسمى بحكومة الإنقاذ، ماذا يريد الجولاني؟ نعم محمد، هو تحدث في ملفات عديدة
اقتصادية، خدمية، اجتماعية، عسكرية في محافظة إدلب التي تشكل مجالا لسيطرة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة في هذه المحافظة. النقطة الأهم التي تناولها في الواقع تتصل بأنه قدم نفسه بأنه يستطيع أو حتى توعد بالانتقال من إدلب إلى مناطق أخرى، أي أن يتقدم على الأرض، أن يهاجم مناطق تحت سيطرة الدولة السورية، وربط ذلك أمام من تحدث إليهم مما تسمى حكومة الإنقاذ أو وجهاء في إدلب بأن الظرف مناسب، الظرف بمعناه العسكري، بمعناه الإقليمي، بمعناه الدولي مناسب له، هكذا قال، للهجوم والتقدم ضمن تلك المناطق. ما يريده في الواقع واضح، أن هو يتناغم مع تهديدات تركيا لا تتوقف بمهاجمة مناطق شمال سوريا وإقامة المنطقة الآمنة، وخصوصا في منطقتي أو بلدتي منبج وتل رفعت. لا ننسى أن تركيا لديها تنسيق عسكري واستخباراتي على الأقل عالي المستوى مع هذا الفصيل الإرهابي الذي هو هيئة تحرير الشام، على الأقل من خلال عشرات النقاط الأمنية والعسكرية لتركيا المتواجدة في إدلب وفي كل المناطق التي تسيطر فيها هيئة تحرير الشام، وصولا إلى بعض المناطق الواقعة في ريف حلب الغربي. يريد أن يقول أنه جاهز للاستثمار به ضمن أي تهديدات ضد الدولة السورية أو الحلفاء سوريا الذين يرفضون مثل تلك الهجوم أو مثل ذلك الهجوم التركي. عبد الله بدران، القوات التركية في شمال العراق، يعني هل تعترف تركيا بعدد معين من القواعد العسكرية؟ وتركيا تعتمد على اتفاقية وقعت مع بغداد نهاية الثمانينيات لمقاتلة البكك، هل بغداد عاجزة عن إلغاء هذه الاتفاقية الآن بعد هذه المجزرة؟ طبعا هي ليست اتفاقية، هو محضر اجتماع أمني بين بغداد وأنقرة في عام 1981 يسمح بتوغل القوات لخمسة كيلومترات لأيام محدودة بعلم بغداد وبالتنسيق معها وبشكل متبادل لكي يكون مقبولا بين الجانبين. هو ليس اتفاقية، هو محضر اجتماع أمني فقط، هذا هو الموجود. وطبعا من المفترض أن يكون مقتصرا على فترة الحرب العراقية الإيرانية لأسباب تتصل بظروف تلك المرحلة، وبالتالي مفترض أن تنتهي مع انتهاء هذه الحرب. بقي هذا المحضر هو الحجة، لا يوجد هناك طبعا أي تفويض عراقي للتوغل التركي. كان هناك تنسيقا أمنيا في العام 2007 و2008، لكن لا يوجد أيضا أي سماح بأي توغل للعمق العراقي. اليوم إلى أعماق بعيدة كبيرة دخلت تركيا في بعشيقة وفي كركوك وفي السليمانية، يتوزع ما بين طبعا عمل دبلوماسي سياسي تجاري وعسكري في محافظة نينوى. هناك قناعة أن تركيا تحاول أن تستثمر هذه الظروف التاريخية من أجل فرض أمر الواقع مع التلويح بمعاهدة لوزان وإشاعة جو لا يمثل الحقيقة بصلة، وهو أن لها عمر هو 100 سنة تنتهي مع العام 2023. نعم. وأن هذا الانتهاء متعلق بوضع جيوسياسي جديد في المنطقة وهذا لا أساس له من الصحة. هي محاولة بسط نفوذ، محاولة استثمار الأزمة في أوكرانيا، استثمار علاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بطبيعة الحال تركيا ليست من الدول العظمى التي يمكن أن تغير في الخرائط. هي تحاول أن تفرض أمرا واقعا، هذه الإشاعة. طبعا الوقت مناسب جدا، بغداد في أضعف حالاتها للوقوف بوجه مشاريع بهذا الحجم. طيب، بمعنى واضح عبد الله، نكتفي بهذا القدر. اسمح لي بالعودة لمحمد الخضر لنسأل. محمد الخضر، يعني ما جاء بكلام الجولاني، البعض يحاول أن يقلل من أهميته أو خطورته، لماذا؟ في الواقع لمعطيات واقعية تشير إلى أن الكلام هو كلام سياسي للاستثمار ليس أكثر. على الأرض على الأقل هو يتحدث أنه يريد التوسع خارج إدلب. على الأرض موازين القوى هي محسومة للجيش السوري وحلفائه منذ حوالي عامين، وأساسا هناك تحليلات عسكرية تشير إلى أن منع التقدم باتجاه إدلب هو مرتبط أساسا بالتزام دمشق وحلفائها بالتوافقات المبرمة مع موسكو بشكل أساسي من أجل منطقة خفض التصعيد. هذا جانب مهم للغاية. الجانب الآخر أساسا
أساسا الوضع الاجتماعي والاقتصادي لملايين الأشخاص الموجودين أشبه بمحتجزين لدى هذا التنظيم، هي أوضاع سيئة للغاية، هناك أزمات في مجال المشتقات النفطية والزراعة وإلى ما هنالك لا تجد لها حلا. قد تكون هناك مصاعب اقتصادية لدى الدولة السورية لكنها مصاعب ترتبط بالحصار، إنما هناك لأن أساس هذه المنطقة يجب أن تكون منفتحة على شقيقاتها محافظة إدلب. لذلك تبدو تصريحات الجولاني للاستثمار السياسي أكثر منها واقعية لتقديم نفسه ربما للأتراك وحتى لمحاولة إشغال الجيش السوري في حال التصدي لأي عملية عسكرية تركية في حال شنت مثل تلك العملية على المناطق الشمالية من البلاد. بلدية القدس تعلن عن مشروع مغين لتدريب المستوطنين ومنحهم شهادة شرطي والحصول على سلاح ومعدات أمنية، بما يزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين. هناء محاميد. مصور صحفي إسرائيلي ميشي بن عمي أصبح بطلا قوميا في لحظة، ليست لحظة التقاطه الصورة الأفضل، إنما هي لحظة ضغطه على زناد سلاحه الشخصي مطلقا الرصاص على فلسطيني في القدس المحتلة بذريعة منع عملية طعن. هذا ما دعا إليه نفتالي بنت حين طالب الإسرائيليين بحمل السلاح، وهنا يتبادر الأذهان سؤال هل إسرائيل هي دولة فاشلة أم لا؟ فحسب المعايير البحثية والأكاديمية فإن أهم مؤشرات الدول الفاشلة عدم مقدرة الدولة على حماية مواطنيها وعدم حصريتها في استخدام السلاح، وهنا وهذا ما نشهد حقيقة في إسرائيل، وبالتالي هناك أزمة داخلية تسعى إسرائيل لتصديرها وحلها على حساب الفلسطيني المتواجد في حدود فلسطين التاريخية. إذن فالمدني في إسرائيل عسكري بطريقة ما. بلدية القدس أعلنت أخيرا بالتعاون مع جمعية نتسح يهود التي تعنى بمرافقة الجنود المتدينين الحارديم عن مشروع مجان لإقامة صفوف تدريب للمواطنين يمنحون خلالها شهادة شرطي وترخيصا للسلاح ومعدات أمنية. كثيرا ما كانت هذه الشوارع الإسرائيلية مسرحا لجرائم الاعتداء الدموي والتحريضي ضد الفلسطينيين في القدس. هذه حادثة جرت قبل يومين فقط، انفلات مرعب للمستوطنين على مقدسيات، أما الاعتداءات الجسدية فلا حصر لها. هجموا علينا فوق 100 مستوطن، واللي صار انه انا ضربوني سكاكين بظهري، وفي شاب معي كمان انكسرت ايده، يعني احنا قدرنا نطلع من هناك بعجوبة يعني من الموت. يعني هذا مش ضربة عادية، هي محاولة قتل يعني، لانه عرب. طبعا كنا طالبين شرطة، الشرطة ما جتناش الا بعد ثلث ساعة قبل ما احنا قدرنا نشرد من المكان، والشرطة كانت جاي علينا بنية الاعتقال يعني. إنشاء الميليشيات المدنية المسلحة ليس حالة عرضية في ذهنية الاحتلال. مجان تعني الدرع، فهل يبحث عن حامية لهشاشته الأمنية أم عن مزيد من ترهيب الفلسطيني؟ هناء محاميد، القدس المحتلة، الميادين. هناء محاميد، مشروع الميليشيات تسليح المستوطنين برز بشكل لافت يعني منذ فترة، تحديدا منذ هبة الكرامة سيف القدس قبل ذلك، واستمر حتى اليوم وأخذ بالتصاعد. ما الجديد بهذا المشروع الآن؟ نعم، يعني في الواقع في أيار مايو من العام الماضي كان هنالك ظاهرة واضحة في الشارع الإسرائيلي، تنظيم بمبادرات فردية ربما وجماعية من قبل المستوطنين الإسرائيليين كانوا يدخلون إلى ما يسمى بالمدن المختلطة، وهي المدن الفلسطينية التاريخية مثل اللد والنملة وعكا ويافا وغيرها، ويقومون بالعربدة في الشوارع ومهاجمة الفلسطينيين والاعتداء عليهم ضمن أطر أسموها آنذاك أيضا بالحرس المدني. اليوم ما يجري هو مشروع ممول بتمويل ضخم له شرعنة طبعا تقوم عليه بلدية القدس بكل يعني مكانتها السياسية وأيضا البلدية، وهذا المشروع هو تجهيز لهذه الميليشيات المسلحة من قبل الشرطة، تدريب على يد الشرطة وأيضا من خلال الجنود الحريديم المتدينين الحريديم الذين أنهوا الخدمة العسكرية. نتحدث هنا عن مشروع بالشراكة مع
جمعية نتسح يهودا، وهي إحدى الجمعيات الاستيطانية التي ترافق الجنود الحريديم، ونتحدث هنا عن كتائب في جيش الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم وتقتل الفلسطينيين. في هذا الإطار يمكن أن نشير إلى عملية إعدام الشهيد عمر أسعد مطلع هذا العام، المسن الفلسطيني الذي كانت هذه الكتيبة من الجنود المتدينين الحريديم مسؤولة عن استشهاده. بالتالي نتحدث عن تصعيد إسرائيلي عندما نتحدث عن تنظيم لهذه الميليشيات المسلحة، وليس فقط من خلال يعني مبادرات فردية وجماعية من قبل هؤلاء المستوطنين بدعم حكومي بطبيعة الحال عندما ترصد الأموال لمثل هكذا الشركة. طيب محمد الخضر، اطلعنا على حال أهالي الجولان وما يعانوه من جراء تصرفات المستوطنين أيضا. منذ بدء احتلال الجولان قبل 55 عاما كانت الخطوات الأساسية بمحاولة اقتلاع أكبر كم من السكان الجولان باتجاه الأراضي تحت سيطرة الدولة السورية. حاليا هناك 35 مستوطنة إسرائيلية، هناك حوالي 25 ألف مستوطن، يقابلهم حوالي 19 ألف من سكان تلك القرى الخمسة من السوريين أصحاب الأرض. هذه المستوطنات، هؤلاء ألاف المستوطنين ابتلعوا كل شيء، هم أخذوا الأراضي الخصبة، هم استثمروا في المياه، أقاموا 16 تجمعا مائيا طبعا بإشراف الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، استثمروا حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه حسب تقارير الخارجية السورية. هناك استيلاء على الأراضي، إقامة المشاريع المروحية لإنتاج الكهرباء، وهذه أيضا اقتضت السيطرة على أراضي من أراضي الجولانيين. كل هذا التضييق في الواقع هو جزء من ليس فقط تشكيل هذا الحزام الاستيطاني والضغط على العرب، إنما هو لمحاولة تطفيش والضغط على السكان العرب لإجبارهم على القبول بالقوانين الإسرائيلية. معروف أن الجولانيين هم الذين رفضوا الأسرلة ورفضوا الهوية الإسرائيلية، وأقاموا لذلك عدة وقفات وعدة اعتصامات وعدة إضرابات، واجه الاحتلال دوما بالقمع والدموية خلال العقود الخمسة الماضية. طيب هناء، ما الذي يدفع إسرائيل، وإسرائيل تعتبر حالها دولة ولديها أجهزة أمنية وعسكرية قمعية وقوية، ما الذي يدفع هكذا حالة للاعتماد على هكذا مشروع؟ بداية محمد، هذا يعبر بالتأكيد عن فقدان الأمن الفردي لدى المستوطن الإسرائيلي أينما كان، يعني هذا الشعور بأنه لا حامية له من قبل هذه الأجهزة، هذا أولا، وهذا مهم، هذه نقطة لافتة جدا لأنه هي تعبر بشكل آخر أيضا عن تعاظم وتصاعد قوة المقاومة الفلسطينية وحتى العمليات الفردية التي يبدو بأنها بالفعل تؤثر في العمق الإسرائيلي. ومن جهة أخرى هي تعبر بالتأكيد عن فشل هذه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عندما تعتمد على مثل هذه الميليشيات وتطلب طيلة الوقت زيادة عدد المتطوعين في صفوفها، وأيضا إقامة هذه الميليشيات المدنية المسلحة. إذن هي تقر بفشلها في حماية مواطنيها بين مزدوجين وترمي عليهم المسؤولية، مسؤولية الدفاع عن النفس. ولكن الخطورة تكمن أين محمد؟ إطلاق العنان لقتل الفلسطينيين عندما يكون كل إسرائيلي مخول بحمل السلاح ولديه رخصة، وهذه كانت دعوات رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت في الربيع الماضي مع إطلاق ما اسموه بعملية حارس الأسوار التي كان هدفها مواجهة العمليات الفلسطينية الفردية التي أصابت العمق الإسرائيلي. هذا كله من جانب، ولكن من جانب آخر محمد، ربما أيضا نفهم من مما يجري في هذا السياق أيضا أن المجتمع الإسرائيلي واضح بأنه يذهب نحو التطرف اليميني أكثر فأكثر، واستطلاعات الرأي الأخيرة أيضا تشير إلى ذلك. وهذا التعاظم لهذه السيطرة والهيمنة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بالتأكيد أيضا ستنعكس على السياسة الإسرائيلية عندما نصل إلى مرحلة المستوطنون وهذه الميليشيات المسلحة هي من تسيطر وليس الدولة ومؤسساتها. شكرا جزيلا لكم هناء محاميد، محمد الخضر، عبد الله بدران. مشاهدينا، فاصل ونحلل قضية اليوم.
أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أن المفاوضات مع الروس والإيرانيين شيبت شعره عندما كان مساعداً لوزير الخارجية. فهل يعد هذا الموقف إقراراً بهزيمة واشنطن أمام صلابة المفاوض الروسي والإيراني وحنكتهم، تمهيداً لإعلان فشلها أم مناورة أمريكية جديدة؟ إذن تاريخ الدبلوماسية الأمريكية بقفازاتها الحديدية تارة والابتزاز والرشوة والاحتيال تارة أخرى تميز بالسطوة والهيمنة والعنف لتمرير الأجندات على طاولة المفاوضات، لكن الواقع مع إيران وروسيا كان صعبا. فمدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز يعترف بأن معظم شعره شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين. نجحت الدبلوماسية الأمريكية المسلحة عبر التاريخ في الحروب والتهديد والابتزاز في جولات كثيرة من المفاوضات عبر أزمات العالم. مصالحها وأهدافها كانت أساس وجوهر أي عملية تفاوض، لكنها فوق طاولة المفاوضات المتواصلة منذ عقود مع الروس والإيرانيين ومن قبلهم مع الفيتناميين والكوبيين والسوريين وآخرين، واجهت مفاوضين لا يتنازلون ولا يستسلمون. ويبدو أن الروس والإيرانيين من بين هؤلاء شيبوا شعر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز عندما كان مساعداً لوزير الخارجية. أتذكر أن معظم شعري قد شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنوات، هكذا يقول بيرنز. التعبير المثير والمعبر عن فشل المسؤول الأمني الأمريكي الكبير وخيبة أمله يعكس وصول الدبلوماسية الأمريكية إلى حائط مسدود وإلى العجز عن اختراق الدولتين وكسر دفاعاتهما طيلة المفاوضات معهما حول قضايا وملفات صراع حساسة. مع روسيا لم تتوقف المفاوضات حول التسلح وعسكرة الفضاء والصواريخ والأزمات الدولية، فلا نجحت واشنطن في لي ذراع موسكو ولا حققت استراتيجيتها الأرضية المناسبة لشطب روسيا من المعادلات والتوازنات. الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تحلم في مفاوضاتها مع إيران بغير سحق إرادتها وكسر حلقة تطورها وقرارها السيادي. الاتفاق النووي قبل توقيعه عام 2015 ثم بعد نكثه ثم العودة إلى التفاوض مجدداً، هذا الاتفاق أنهك الأمريكيين من دون أن ينتزعوا من طهران أي تنازل أو استسلام. ليس قليلاً أن يشيب شعر ويليام بيرنز، ربما أراد الرجل أن يلخص رمزياً الشعور بالهزيمة أمام موسكو وطهران، هزيمة مثلت معها صور بوتين والمرشد الإيراني في طهران كابوساً للمسؤول الأمريكي وإنذاراً بأن عليه ربما الاستعداد لشيخوخته من دون انتظار أي تنازل أمام واشنطن. نبدأ بمحلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان. من حيث الشكل والتوقيت، هذا التصريح الأمريكي أو هذا الموقف ماذا يحمل في طياته؟ هل يريد القول بأن المفاوضات ما عادت تجدي نفعا وبالتالي نحن ذاهبون إلى مرحلة أخرى ربما صدام أكثر، أو هذا دليل على فشل الأمريكان بهذا الجانب وبالتالي عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر سواء مع الإيرانيين أو الروس؟ تحية لك أخي محمد وللمشاهدين وللزملاء الكرام. هناك نقطة وردت في هذه المقابلة التي أجرتها الصحفية المخضرمة في محطة NBC، ذكر فيها بما يشبه نوع من الافتراق عن الإدارة فيما يتعلق في ملف أفغانستان. على فكرة هذه نقطة في غاية الأهمية من جانب رؤية كيف يعني يقدم هذا المسؤول الخبير في الشؤون الأمريكية والدولية والدبلوماسية، وبالفعل قد شاب شعره في هذا السلك وفي المفاوضات، أنه هو حذر في موضوع أفغانستان، فضيحة أفغانستان، حذر أن الاستخبارات كان موقفها غير موقف الإدارة. طبعا هذه على الهامش للدليل على موضوع السياق الذي أتى فيه نوع من الاعترافات ونوع من أيضا التبرير
إلى حد ما، وكأنه يقول بأنه نحن قمنا بما نستطيع أن نقوم به من جانب الاستخبارات، ولكن هو اعتراف بصعوبة التفاوض مع الأطراف التي لا تقبل بالإملاءات الأمريكية، يعني ليس فقط الروسي والإيراني وربما الصيني، إلى يعني أي دول أخرى لا تقبل ما ورد في التقرير سابقا حول الرشوة أو حول الابتزاز. طبعا علينا التذكر بأن المفاوضات مع إيران لا تجري حتى بطريقة مباشرة، يعني المفاوضات حول الاتفاق النووي، العودة للاتفاق النووي، وهذا أيضا من مصادر قوة إيران في إثبات موقفها. إذن هو بنهاية الأمر تعبير عن إفلاس الخيارات الأمريكية في تقديم بدائل، يعني حتى الآن وعود بايدن وإدارته بالعودة للاتفاق النووي نسفت، حتى موضوع محاولة تفادي أن تجري الحرب في أوكرانيا لم تحصل. إذن هي محدودية الخيارات، ولا يوجد حتى الخيارات العسكرية على فكرة، هي خيارات استنزافية، خيارات موضعية وليست خيارات حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة. طيب الآن نسأل محلل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. موسى، آخر لقاء حصل بين الأمريكيين والروس هو قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في جنيف. كيف كانت أجواء ذلك اللقاء بين لافروف وبلينكن؟ هل كان الروس قد أخذوا قرار الذهاب إلى هذه العملية وهذا الاجتماع كان فقط لتقطيع الوقت لو صح التعبير؟ هناك قاسم مشترك بين المفاوضين الروس والمفاوضين الإيرانيين، أن كل طرف يضع قبل الدخول إلى طاولة المفاوضات استراتيجية محددة ويحدد الأهداف، ولا بعد ذلك يبحث عن تحقيق هذه الأهداف إن عبر المفاوضات، وهم مستعدون دائما للدخول في المفاوضات والاستمرار فيها إلى ما شاء الله. ولكن عندما تقف هذه المفاوضات وتصل إلى حدود اللا جدوى، فلا مانع لدى الطرفين من التوقف وتجميد هذه المفاوضات. في اللقاء الأخير الذي حصل بين سيرجي لافروف وأنتوني بلينكن، حاول الوزير الأمريكي يعني تقديم للروس نوع من التطمينات الشفهية بأن أوكرانيا، وهو المطلب الروسي، بأن أوكرانيا لن تدخل أو لن تكون عضوا في حلف شمال الناتو، وأن مطالب روسيا يمكن أن تتحقق، ويمكن أن لا تدخل أوكرانيا للحلف ولا تدخل ربما أيضا للاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الوعود كانت شفهية. سيرجي لافروف أتى إلى جنيف في تلك المرحلة وكان لديه استراتيجية واضحة بأنه يريد هذه التطمينات مكتوبة، طلب من الأمريكيين أن تكون كل الشروط الروسية موافق عليها ومكتوبة، وإلا فإن القوات الروسية كانت جاهزة على الحدود الأوكرانية. الروس أصروا على هذه على الحصول على التطمينات بشكل مكتوب، وإن كان أنتوني بلينكن قد قدم أيضا وعود من الأوروبيين بأن هناك مجموعة من الدول الأوروبية ترفض دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو كفرنسا وألمانيا، ولكن هذه المسألة لم تعد تكفي الروس الذين فقدوا ثقتهم بالفعل في تجارب عديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغربيين. الوعود التي أطلقها الغربيون الأطلسيون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بأن حلف الناتو لن يقترب من الحديقة الخلفية لروسيا اليوم أو قبل الحرب الأوكرانية، كان حلف الناتو يضم معظم الدول الشرقية ولم يكن أمام الروس إلا أوكرانيا، وهنا كان النزاع كما كان متوقعا. فإن المفاوضون الروس أرادوا تحقيق الشروط بطريقة سلمية عبر المفاوضات ولم يأتوا لرفع العتب، ولكن كانوا أمام حائط مسدود. نسأل هنا محلل ميادين للشؤون الإقليمية والفلسطينية ناصر اللحام حول طبيعة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، طالما نتحدث عن يعني حنكة مفاوض معين ويعترف الأمريكيون بحنكة روسية إيرانية، وبين طبيعة المفاوضات مع الإسرائيلي. كيف؟ أولا المفاوض الفلسطيني لا يعاب، الدكتور صابع ريكات كان مفكر سياسي عالمي، لكن الخطأ كان في السيستم، في النظام التفاوضي، بحيث أن إسرائيل أبقت على الخيار العسكري هو رقم واحد، منظمة التحرير تقريبا شطبت الخيار العسكري، وبالتالي كانت النتيجة محتومة. منذ الانتفاضة الأولى وحتى الآن 45 سنة، ربما من أطول المفاوضات في العصر الحديث دون فائدة، ويلتف المفاوضون حول أنفسهم عن قصد الإسرائيلي لا يريد أن يصل إلى أي نتيجة. أبو عمار انتهج خذ وطالب، نجحت في فترة ما مبدأ خذ وطالب باعتبار أنه لا حضانة عربية،
والراعي الدولي الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية كان شريك في المفاوضات الأمنية وشريك في المفاوضات السياسية، غدر بالمفاوض الفلسطيني. وأنا أقولها علنا أن المفاوض الإيراني والمفاوض الروسي وكل مفاوض في العالم استفاد من التجربة المرة مع الفلسطينيين، وعرف أن الأمريكيين سيغدرون وأنهم على ديدن الإسرائيلي. دائما حين تتسنى لهم فرصة الخيار العسكري يفضلونه على أي خيار آخر، وبالتالي المفاوضات ليست منهاجا بالنسبة للأمريكيين الإسرائيلي، وإنما هي وسيلة للانقضاض على الطرف الآخر. منذر سليمان، بماذا يتميز المفاوض الأمريكي مع هذا الاعتراف الأمريكي؟ لكن ربما من الصعب القول بأنه المفاوض الأمريكي ضعيف أو ينهزم بسهولة، أليس كذلك؟ نعم، يعني لو وضعنا جانبا موضوع الدول الضعيفة أو في الحالات التي تهيمن فيها الولايات المتحدة، يعني موضوع المفاوضات على فكرة اللي ذكره زميل ناصر الفلسطينية، أنا دائما كنت أقول أن المفاوضات تجري بين الصهيوني يعني الصهيوني الذي يقدم نفسه معتدل والصهيوني الأكثر تطرفا، وليست يعني لا تجري، وأنه الفلسطيني هو فقط يعني مراقب في هذه المفاوضات. على أي حال، في النسبة لمقاربة الأمريكية بالإضافة لهذه الإغراءات التي يمكن أن تقدم، هناك عناصر عدة. أول، إظهار القوة بالنسبة والحزم بالنسبة للموقف الأمريكي، محاولة الإظهار بالاستناد إلى القانون، دائما يكون هناك محامي أو قانوني في الوفد الأمريكي، السعي للحصول على نتائج سريعة، محاولة الربط بمسائل متعددة، ولكن أيضا هناك استخدام لقنوات خلفية سرية تتم خاصة في القضايا الصعبة أو الشائكة. هناك أيضا أمر في غاية الأهمية، استغلال القدرات التجسسية للولايات المتحدة والتقنية في الحصول على مواقف الطرف المقابل في التفاوض، وهذه مسألة يعني مكشوفة حتى في المفاوضات التي تجري حول القضايا التي لديها طابع تجاري ومالي واقتصادي في العالم. أيضا بالنسبة للأمريكي، دائما له رؤية بكيفية انعكاس أي عملية تفاوضية على الرأي العام الداخلي الأمريكي، على شعبية الرئيس في تلك الفترة، بالإضافة إلى انعكاس أيضا بضمن بنية الحكم الأمريكية. هناك سلطة تنفيذية ولكن هناك سلطة تشريعية هي التي تقر في النهاية المعاهدات، وبالتالي أيضا يكون عين المفاوض على كيفية انعكاس ذلك على الكونغرس. طيب، موسى عاصي، المعروف عن الإيرانيين هو النفس الطويل أيضا تاريخيا. هذا تصريح بيرنز، إذا نريد أن يعني نجسده في الحقيقة، في مفاوضات فيينا في كثير من الأحيان كانت تأتي أخبار قادمة من فيينا إيجابية بأنه سيتم التوصل خلال أيام، في مرة قيل خلال ساعات إلى اتفاق نووي، لكن تعود الأمور وكأنه إلى المربع الأول. هل هنا يعود إلى حنكة المفاوض الإيراني أو التمسك بمطالبه؟ يعني بداية، المفاوضات حول البرنامج النووي بالتأكيد ستكون مجال لدراسات واسعة، وستدرس لاحقا أعتقد في الجامعات وفي المعاهد لحنكة هذه المفاوضات. العمليتين، نتحدث عن المفاوضات التي أدت إلى اتفاق العام 2015 وبشكل أوسع وأكثر دقة في المفاوضات التي جرت في ظل الحكومة الجديدة في منذ الخريف الماضي. الوفد الإيراني حضر إلى فيينا مع رؤية شاملة ويقوم على أساسين. الأساس الأول هو رفع العقوبات بشكل نهائي وعدم السماح لأي هفوة أو لأي نقطة ضعف كانت موجودة في الاتفاق السابق لاستغلالها من قبل الأمريكيين لاحقا. على هذا الأساس كنا نرى، كما ذكرت محمد، كنا نرى أن المجتمعون في فيينا، ويعني هذا الأمر كنا نتابعه بشكل دائم، يتفقون على فقرة معينة، على بند معين، ويعتقدون بأن الأمور انتهت
انتهت، وعلى أن يأتوا صباح اليوم التالي من أجل وضع النقاط النهائية على الصياغة النهائية. يذهب الوفد الإيراني بعد يوم طويل من العمل إلى الفندق، ثم يعيد دراسة هذه الفقرة أو هذه البند ولو تتعلق بنقطة صغيرة، ويعود في اليوم الثاني يطلب إعادة الدراسة وإعادة المناقشة من جديد. هذا ما أبلغنا به أحد أعضاء الوفد الفرنسي الذي قال لنا صبيحة يوم من أيام المفاوضات في مطلع هذا العام بأننا اليوم نناقش ما اتفقنا عليه بالأمس. الإيرانيون يريدون مناقشة الأمر من جديد. كان هناك الخطة واضحة، الاستراتيجية واضحة، يريدون إخراج يعني نزع كل العقوبات، ويريدون في نفس الوقت الحفاظ على نقاط القوة التي الموجودة بأيديهم. وهذا على هذا الأساس كان هناك، لم يتوقف أيضا تطوير البرنامج النووي طيلة فترة المفاوضات. وهذه كانت الورقة التي تخيف المجتمع الغربي. أيضا هناك عامل نفسي استخدمه الوفد الإيراني، كان يشعر بأن الأمريكيين يريدون التوصل إلى الاتفاق لخدمة الانتخابات الجزئية، وأيضا الأوروبيون الذين لم يخرجوا من هذا الاتفاق يريدون العودة إليه بأقصى سرعة. طيب ناصر اللحام، هذا الكلام كيف سينعكس في تل أبيب وعلى القيادات؟ في الحقيقة أثرت المفاوضات الإيرانية على المفاوضات الفلسطينية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. أذكر حين تم توقيع 5+1 جلست أنا وصديق الدكتور صابع عريقات جلسة طويلة، سألته ما رأيك بجواد ظريف، ما رأيك بالمفاوضات الإيرانية؟ وكان هناك إعجاب لا يخفي الدكتور صائب إعجابه بالموقف مع الفروقات. قال وراء جواد ظريف الأمة الإيرانية موحدة، ورأي أمة تعمل ضدي لصالح الإسرائيليين. كيف استقبل جواد ظريف؟ لاحظ الإسرائيليون أن الفلسطينيين تأثروا جدا بالمفاوضات 5+1، ومنذ ذلك الحين يرفض الشعب الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية أول شيء يرفضون حسن النوايا. هذا غير موجود عند الإسرائيليين أبدا، وغير موجود عند الأمريكيين. ثانيا، دائما النبت المفاوض معه خيارات أخرى، وهذا ما فعله ونفذه الفلسطيني على الأرض. لذلك تتابع، تنظر، تراقب تل أبيب ما الذي يحدث في المفاوضات، وقد احترق دمها من النتيجة 5+1 وأفشلتها، والآن تحاول أن تفشل بأي طريقة ذلك. الأمريكيين وصلوا إلى قناعة بأنه ستجيب رؤوسهم قبل أن يتنازل الإيرانيون عن حقوقهم ببرنامج نووي، لكن الإسرائيليين يفكرون محمد بالحل العسكري، وهو ما فشل أيضا. في الوقت المتبقي سنعطي دقيقة لكل مشارك. معك منذر سليمان بذات الفكرة، ألا يعتبر هذا الكلام أمريكيا هو رسالة سلبية إلى حلفاء واشنطن بدءا من إسرائيل والدول العربية التي دائما ما تطالب واشنطن بإيران وإيقاف إيران عن طريق المفاوضات كما تقول هي؟ يعني هذا اعتراف مكرر، لأنه الدليل القاطع كان في زيارة بايدن للمنطقة التي لم نسمع نهائيا عن هذا الحلف الأقليمي العسكري. صحيح ترتيبات أمنية هي في مصلحة تصب في مصلحة إسرائيل، ولكن حتى شعور هذه الدول الإقليمية حتى في تعليق يعني شعورها بأنه الولايات المتحدة ليست الحليف الأمين الذي يمكن أن يعتمد عليه. يعني حتى كلامه عن تركيا على فكرة كان ملفتا، بأنه هو ذكر بطريقة أنه يعني ممكن تركيا ألا تلتزم بحلف الناتو، هو لم يقل ذلك حرفيا، ولكن هذا إشارة. إذن المشكلة الكبرى أن هذه الإدارة عاجزة. هذه الإدارة كان يمكن أن تنطلق بقوة لو أنها عادت إلى الاتفاق النووي ودخلت في تفاوض مع إيران حول دورها الإقليمي وحول الأمور الإقليمية، لكن خوفها من الكونغرس، خوفها من ردة الفعل للوبي الصهيوني، خوفها من الداخل، عدم وجود خيارات أخرى هي التي حددتها. طيب. والآن هي فقط تدير الأزمات وهي يعني تحاول المراهنة على ما يجري في أوكرانيا بأنها يمكن أن تؤثر على روسيا. هنا وهذا موسى عاصي وباختصار من يتعامل موسى مع روسيا أو يراهن عليها. أزمة تايوان إلى أي حد يمكن أن يعول على المفاوضات من خلالها؟
يعني كان لافتا اليوم في موقف ويليام بيرنز أنه تحدث عن الصين بأن الصين يعني لم تأخذ دروس حرب أوكرانيا من أجل يعني وقف التهديدات لتايوان، ولكن بالعكس تماما يقول ويليام بيرنز بأن الصين باتت اليوم أكثر قناعة بأن هناك بأن بإمكانها الهجوم على تايوان وشن حرب على تايوان، وأن المسألة بالنسبة للصين باتت وقت وكيف ومتى. إذا هذا كلام خطير وهذا كلام لافت جدا، هذا يعكس اعتراف من الدول الغربية تحديدا ومن الامريكيين بشكل خاص بان كل الكلام الذي قيل في بدايه الحرب عن روسيا بان روسيا معزوله وبان الشعب الروسي سينتفض على فلاديمير بوتين وبان روسيا ستفقد الحرب وستخسر الحرب امام اوكرانيا، اليوم هناك اعتراف بشكل غير مباشر من قبل الولايات المتحده الامريكيه بان روسيا تحقق الاهداف في اوكرانيا، ما يشجع الصين على خوض التجربه ربما لاحقا في تايوان. ناصر اللحام، الختام معك، غير مثال عربي وهو الراحل حافظ الأسد، رحل ولم يوقع، لكن في واقعنا كمفاوض عربي يمل بسرعة، هكذا يعرف غربيا، واتفاقات تطبيع الأسرى التي جرت هي خير دليل. ماذا حقق المفاوض العربي من تلك المفاوضات مع الإسرائيلي قبل التنازل عن فلسطين والتوقيع؟ إسرائيل حين تفاوض سلطة ودولة تنتصر، حين تفاوض ثورة تنهزم، تنتصر الثورة في المفاوضات. لماذا؟ لأنه المبدأ مختلف. اثنين، الإسرائيليين يتعاملون مع الأمر كعملية أمنية عسكرية. درجة حرارة التكييف محمد في الغرفة التي تجري فيها المفاوضات يتحكم فيها الإسرائيليون. أنا جلست مع جميع الذين فاوضوا إسرائيل في اللجان الفرعية وفي اللجان الرئيسية. كان الإسرائيليون يختارون درجة الحرارة. الفيو أين يطل؟ إذا كان يطل على قبة الصخرة أو على مخيم لاجئين، من الذي يجلس؟ أين يجلس؟ طريقة اللبس، وبالتالي التحكم ممنوع إسرائيل أن تتحكم في مكان المفاوضات، في درجة الحرارة في الغرفة، في أي شيء. يجب أن نفكر مليا في أن إسرائيل جاءت ليس لتتفق وإنما لتهزم العرب. شكرا جزيلا لكم منذر سليمان، ناصر اللحام، وموسى عاصي. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.